بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله رجعنا لكم بشرح المحاضرة رقم 14 في مادة الفارماكولوجي. بداية بدنا ننوه لبعض المصطلحات علشان نسهل المحاضرة لقدام شوي. النيونات فيرست مانث، نحكي إحنا لمين النيونات؟ للفيرست مانث، تمام؟ أما عن الإنفنت، فالإنفنت فهو من داي زيرو تو ون يير. التودلر من 1 year to 2 years. الآن أنا بصراحة شفت في تعرض على جوجل، يعني كان التودلر من سنتين لأربعة، فهذا بصراحة أنا ما بعرفه، فالدكتورة حكت من سنة إلى سنتين فنمشي معه، ولكن حبيت أنه من باب الثقة في المعلومة أني أحكي لكم الأمر هذا. الجيرياتريك 65 years old and higher، تمام؟ الأوبجكتيفز ما فيها إشي، ولكن يعني في بعض النقاط حكت الدكتور عنهم. Discuss the principles of prescribing pediatric and geriatric age groups. Don't write them a prescription like the adult, especially the dose. Pharmacokinetics and pharmacodynamics. There is always a difference when you get older and older. تمام؟ والإفكاسيز أكيد بتختلف. طيب الآن children cannot be regarded as miniature adults. طيب why؟ دكتورة سألت هنا سؤال، قالت why؟ بقولك in terms of drug response، الاستجابية للدواء due to difference in body constitution. أكيد يعني واحد عمره لسه مثلا الكدني ما not fully formed، the liver is not fully formed، the intestines، the stomach كامل، هذا لسه ما تكون بشكل تمام، يعني فأكيد ما بقدر أحكي له أنت والله زيك زي الأدلت. الدرج absorption elimination sensitivity of to drugs to adverse reactions، يعني أكيد ممكن يكون حساس أكثر، تمام، بسبب مثلا غياب بعض إنزيمات، غياب بعض البروتينات، قلة الريسبتورز، فيؤدي ذلك إلى toxicity. يعني مثلا إذا أنا أعطيت دوز عادي، تمام، الريسبتور أنا عندي قليل نظرا للجسم القليل، نظرا لعدم استكمال إحدى الأورغانز، تمام، فإذا الريسبتور قليل وأنا أعطيت دوز عالي، شو بده يعمل الدوز العالي؟ رح يعطيني أوفر دوز، صح؟ إذا أعطاني أوفر دوز إيش سوى؟ توكسيسيتي، صح؟ فهذا هو منطق، تمام التمام؟ تمام. بدياتريك جروب. الآن الفارماكوكينيتكس، نحكي عن الأبزوربشن. Gastrointestinal absorption is slower in infancy. بس الأبزوربشن الانترامسكولار الايام انجكشن is faster. طيب ليش؟ هنا الآن في سؤال، هنا في question، أنا ناسي question. ليش الجي آي طيب قليل؟ بقول لك الـ pH is different and the construction of the stomach and intestine is not completed yet. يعني إنه الـ construction، إنه والله الـ stomach والـ intestine لسه مش مكتملين 100%. وعندي اختلاف في درجة الـ pH، فأنا عشان هيك قليل لسه بقول أنا لسه ما صليت على النبي، استنى علي أكبر شوي وبورجيك شو يعني absorption. عرفنا؟ والabsorption intramuscular injection is faster. ليش؟ لأنه high blood supply في الـ infancy. نكرر وين؟ بالـ infancy، تمام؟ infant skin is thin، رفيعة كثير. And precutaneous absorption can cause systematic toxicity. يعني الدوز be careful. يعني إذا أعطيته normal dose toxicity مباشرة. فأنا لازم أكون very careful، خاصة للأويتمنت وللوشن. والآن بنحكي لكم ليش. بس اتذكروا the infant skin is what is thin. طيب distribution. Lower volume of distribution of fat soluble drugs. تخيلين lower volume distribution of fat soluble. اللي احنا كنا نقول اذا كنت فات سوليوبل درج بالنسبه للادلت انت كينج زمانك، تذكروا because of percentage of fat in the body is low. اكيد هل عنده فات؟ غالبا لا، يعني واذا عنده بشكل كثير قليل. هيك الدكتوره مثل ديازيبام فات سوليوبل درج، معناته انا هذا اكل هواء في الانفنتس، تمام. بلازما بروتين بايندينج اوف درج از ريدوس ان نيونيتس. بلازما بروتين بايندينج اوف دراجز. ليش؟ ذا بودي از نوت فولي فورمد ييت. فانا عندي البلازما الكونسنتريشن تبعها قليل. بلاد برين بارير از مور بيرميبل ان نيونيتس اند يونج تشيلدرن، اوكي، ليدنج تو ان انكريزد ريسك اوف سي ان اس ادفيرس افكتس. معناته في النيونيتس اند يونج تشيلدرن
شمال البلود برين بارير البي بي بي is more permeable. طيب ممكن أنا يجيني سؤال زي ما الدكتورة حكت. Why the young children are more vulnerable to CNS adverse effects, adverse drug effects? ليش؟ بيقول لك because of the blood brain barrier is more permeable. يعني بإمكانه drug they will leak in easily and cause damage to the CNS and the brain. Okay؟ تمام. In metabolism at birth, the hepatic microsomal enzyme system is relatively immature. نسبة لمين؟ للبالغ. أنا لما أحكي immature لمين أنا برجع النسبة؟ للبالغ. ما برجع أكيد لمثلاً 15 years 30 years، برجع للنسبة للبالغ، يعني 30 years is an adult. أوكي؟ ليش أنا بحكي أوكي المحاضرة؟ مش عارف، كل مرة ما شاء الله بمسك على كلمة بسمعها من حدا بمسكها. Drugs administered to the mother can induce neonatal enzyme activity. طيب بتقول لي كيف يعني، كيف وصلوا يعني؟ مثال عليه طبعا الباربي، باربي توريتس، باربي توريتس، الله بس قسمتها، ها باربي توريتس، أحسن حل إنك تتحجى. تقول صف أول. Drugs administered to the mother can induce neonatal enzyme activity. طيب كيف؟ طيب كيف وصلوا؟ علشان يعمل لي إيش؟ inducing للenzyme activity. بقول لك by breastfeeding throughout the milk. أكيد ال infant بأخذ milk from the mother. By what? By breastfeeding. So we got it. Okay. عدتها أوكي. طيب ماشي. Exertion. All renal mechanisms مثل filtration والsecretion والreabsorption، هذول إيش؟ هذول renal mechanisms are reduced in neonates. طب ليش قليل؟ Why؟ بيقول لك number of nephrons are less، إنه قليل. Number of nephrons are less. Not really formed kidney. Not fully formed عفوا kidney. إنه الكدني والله لسه ما يعني 100% كانت أمورها. تمام؟ Subsequently during toddlerhood، شو هو ال 1 to 2 years، it exceeds adult values. طب دقيقة شوي، نكون دقيقين هنا لأنه في سؤال في why. كل كلمة why أنا بالمحاضرة هاي يعرفوا أنها سؤال من الدكتورة. طيب it exceeds the adult value، بتقول لي دقيقة يا مهند، من شوي بتقول لي not fully formed organs، وبتقول لي أني أعطيه intramuscular بدال القصر intestine لأنها reduced. مالك يا مهند؟ بقول لك لا صبرك علي نكمل. طيب قراءة الجملة بقول لك often necessitating larger doses per kilogram. مثال the dose per kilogram of the digoxin is much higher in toddlers than the adults. بقول لك يعني مثال دواء الديجوكسين اللي أنا بستعمله للهارت فيلر in adults أنا بدي دوز أعلى للإنفنت. بقول لك بتقول لي يعني في exceptions، يعني في استثناءات. بقول لك أكيد there is always a but. علمتكم دائما بالفارما there is always a but. خلص دائما يا أخي لازم يكون في but في الموضوع. يعني مثلا هنا في إيش بدال often but. تمام there is always a but. يعني نفهم شغلة إنه أنا عندي digoxin is much higher in toddlers than in adults. تمام إنه أنا والله بحتاج give it higher. Why the exertion is higher than adults. ليش أنا بعطي دوز أعلى من الأدولت؟ بقول لك the exertion is higher than the adults بالنسبة للديجوكسين. تمام بالنسبة للديجوكسين الإكسيرشن أعلى. مش تحكوا الإكسيرشن كامل بالتدلرز إنه غلط. بقول لك لا هون reduced in neonates. رجاء خليكوا مصحصحين المحاضرة هاي بدها شوية هيك يعني ديروا بالكم توقعوا بالترابس تبعتها، لانه وانا بقول لك ريديوس النيونات، ولكن دواء الديجوكسين للتودلرز شو بعمل له؟ اكسيرشن تبعه هاير، وانا معناته بدي فعندي استثناء دواء الديجوكسين بنسبه انه الاكسيرشن تبعه هاير، معناته انا بدي دوز عالي علشان يتفعل اموره 100%. شو اسم الدواء؟ ديجوكسين. ففي شويه هيك بارادوكسيكال، فانتبهوا لها منيح. مش تقول مهند عجقنا. أنا بحاول قد ما أقدر. Apparently paradoxical effects of some drugs، زي قبل شوي زي دواء الديجوكسين، الآن دواء ثاني الدكتورة حكت لنا فيه راح يجيب لكم أسئلة ممكن. يعني الآن هي أخذنا الديجوكسين وهسه راح نأخذ الفينوباربيتون دواء الهايبركينيزيا. تمام Apparently
paradoxical effects of some drugs. مثال الهايبركاينيزيا with phenobarbital. الفينوباربيتال sedative for adults. اها sedative للادلتس. هايبركاينيزيا اللي هو يعني زي التنبيه المفرط. تمام؟ زي التنبيه المفرط. Sedation of hyperactive children with amphetamine. انا ما بنفع اعطيهم الفينوباربيتال. بس شو بعطيهم امفيتامين؟ طيب دقيقة يا مهند. الامفيتامين انا بتذكر محاضرة زمان والله ناسي انا بس اي دكتور يا مهند بس يعني بتذكر ان الامفيتامين زي بيجي يا مهند ذكرت محاضرة دكتور محمد اسبوع حكينا انه زي منبه للسي ان اس. بقول لك صح 100% هو منبه awakening of the CNS. بس ايش؟ الامفيتامين للتشيلدرن عبارة عن سيديتيف. اف بقول لك بالنسبة للأدلت هذا منبه بالنسبة للتشيلدرن منوم نوم. بتقول لي أيوة عرفنا. هي عندنا الآن دوين الأمفيتامين والديجوكسين. تمام الأمفيتامين والديجوكسين تخربطهم مش هم الوحيدين الآن اللي عليهم تناقضات. تمام augmented responses to warfarin in prepubertal اللي هي ما قبل البلوغ عملية ما قبل البلوغ patients occur at similar plasma concentration as in adults implying a pharmacodynamic mechanism. بقول لك انه في المرضى الصغار اللي من يعني ما قبل البلوغ عادة هم من 10 إلى 15 سنة حسب السكس سواء ذكر أو أنثى كونه بيختلف البريبوبيريتال يعني الأنثى غالبا ممكن تبلغ على 11-12 سنة الذكور مثلا من 13-14 بتأخروا فيعني غالبا لما نسميها prepubertal فهو من 10-15 سنة. تمام هذا حكي مني من جوجل. تمام علشان أعطيكم معلومة صافية. طيب بقول لك من 10-15 سنة augmented response تبع الوارفرين similar plasma concentration as in adults نفس البلازما كونسنتريشن تبعت الادلت implying a pharmacodynamic mechanism يعني اذا البلازما كونسنتريشن نفسها فالفارماكوديناميك نفسها. تمام يعني بالنسبه للوارفرين راح يكون متشابه مع الادلت. why because I have similar plasma concentration implying a pharmacodynamic mechanism نفسها يعني نفس الريسبونس تبع الوارفرين. الان ركزوا احنا بنحكي ريسبونس ما بنحكي دوز. اوكي ديروا بالكم يعني انا شخصيا ما بدي توقعوا بفخ. ممكن انا الان اقول لكم ببساطه واعجبكم انه والله الدوز له علاقه ولكن شخصيا ضميري بيأنبني. تمام لانه ما بدي احكي لكم له علاقه بالدوز واروح اظلمكم ويطلع عن جد ما له علاقه بالدوز. فلنكون انا وانتم بالسيف سايد راح اقول لكم انه الريسبونس تبع الوارفرين للأطفال اللي لسه ما بلغوا البيشنتس هذولا اللي لسه ما بلغوا راح يكون نفس التأثير نفس الريسبونس عن طريق انه لانهم عندهم نفس البلازما كونسنتريشن ومنها ايش امبلاينج ا فارماكوديناميك ميكانيزم. تمام المحاضره هاي مليانه تناقضات. طبعا انا قلت قبل شوي خلصت بس معلش بفلت مني مرات شغلات. تمام فمليانه تناقضات امشوا معي حرف حرف لا تتعمقوا لا تسالوا حالكم اسئله زياده التزموا بالمكتوب سواء أنا اللي كاتبه أو الدكتورة اللي كاتبيته. تمام؟ تمام كم؟ pediatric drug dosage most drugs approved for using children have recommended pediatric doses يعني في يعني نسبة معينة في دوز معين في جرعة محددة generally started milligrams per kilogram. تمام؟ calculations of pediatric dosage أنا عندي قانونين واحد اثنين surface area based بنسميه Young's formula الأدلت دوز ضرب الايج ضرب الايج باليرز الايج زائد 12 هيك القانون دوز ضرب ايج على ايج زائد 12 هيك القانون شو بنسميه Young's formula. هل في قانون الآن نطبق عليه ونحل عليه الآن؟ لا ركزوا للآن لا. دكتورة حكت في محاضرة عندها لحد فما بنعرف. body weight based شو بنسميه Clark's rule الآن هذا most pediatric physicians go with this law هو أكثر استعمالا من قبل أطباء الأطفال. تمام شو هو القانون؟ بقول لك الدوز يساوي الأدلت دوز على الويت على 70. الآن ليش مستعمله أكثر؟ لأنه أنا مثلا هذا الدواء ما خصص لي بالنسبة للويت ما خصص يعني ما بفيد كثير يعني خلينا نحكي not specific
هنا لا، هنا صار سبيسيفيك، هنا انا حددت، هنا انا بالضبط بدي اعطي، ولكن انه ايش برضو في لوكي انه 70، ولكن انه هذا انه 70 تمام، فانه هذا القانون هو الاكثر استعمالا. بناخذ عليه امثله لقدام وبنفهم اكثر واكثر. لا تتعمقوا من هسه، يا الله شو بتحبوا تتعمقوا، دفعه وتين باي. كويشن عندي على ادفيرس افكتس، فيرجى التركيز ناو. With a few notable exceptions, drugs in children generally have similar adverse effects profile to those in adults. يعني تقريبا انه الادفيرس افكتس رياكشنز بتشابهوا فيهم. تمام؟ Some specific ADR examples are chronic corticosteroids use including high dose inhaled corticosteroids inhaled او هسه بحكي لكم ليش او there's always but to inhibit growth. يعني اذا عندي انا high dose of corticosteroids تعمل لي inhibition of growth. الدكتورة برضو حكت لنا قصة طبعا هي، فأنا حطيتها من باب الاحتياط. Some ointment lotions have corticosteroids in them. يعني والله بعض المراهم، بعض الزيوت تنحط على الجسد، على جسم الطفل مثلا، على الجلد، تمام، في corticosteroid فيهم. So you have to be careful on how much you put on the baby's skin. لأنه إذا أنا حطيت كثير تمام وكثرت تمام، انا هيك قاعد بعمل كورتيكوستيرويد اكيوميليشن، وبسبب ريمبر they have thin skin، وبسبب انه عندهم thin skin فبخش بسرعه ما شاء الله الكورتيكوستيرويد، شو بيعمل لي انهيبيشن اوف جروث، تمام، بيعمل لي انهيبيشن اوف جروث. فبي كيرفول. اوكي، تتراسايكلينز ار ديبوزيتد ان جروث بون اند تيث كوزينج ستينينج اند اوكيجنلي دنتال هايبوبليجيا. يعني بقول لك انه تتراسايكلينز، هذه الادويه اللي بتحتوي على تتراسايكلينز، they the teeth takes color تعمل ستيرنينج and inhibiting bone growth and occasionally dental hypoplasia سواء للبون جروث. طبعا الدكتوره حكت بون جروث، فانا صفنت هيك شويه، قلت هل هو قصدها تيث ولا شيء، فحطيتها احتياط، فنكون محتاطين ولا نكون ملحوقين. تمام، and dental hypoplasia يعني كيف اقول لكم، النمو هيك بقل، هايبو تمام. فلوروكوينولون انتي بكتيريال دراجز، يعني فلوروكوينولون هذا انتي بكتيريال دراج، may damage growing cartilage، يعني بدمج الكارتيلج اللي عندي، يعني اللي قاعد بتنمو. تمام، هذول كلهم طبعا اي دي ارز، تخربطوش، مش انه هذا الدواء بيسبب هيك، لا هذا اي دي ارز. تمام، اذا صفت انا عندي الدوز توكسيك، او انه والله هذا الدواء ما بنفع للبيبيز. dystonias with methylchloropyrimide occur more frequently in children and young adults than older adults. يعني بقول لك انه والله هذا، يعني مثلا young adults اظن انهم من 18 الى 24 اظن، هاي الارقام بناء على جوجل، فالدكتورة ما حكتهم، ولكن أنا يعني علشان هيك من باب الفهم الزيادة، عارف إنه ما بتكون من الفهم الزيادة بس يلا. طيب الدستونياس شو بعمل لي؟ الدستونياس شو بعمل لي؟ involuntary repeated contraction of muscles، مش مثلا بس الvoluntary muscles، برضو الinvoluntary all the muscles، بناء على حكي الدكتورة. لما أحكي أنا بناء على حكي الدكتورة اعرفوا إنه أنا شاك في الموضوع، ولكن بوصل لكم زي ما الدكتورة حكت. تمام، بناء على حكي الدكتورة أنا بصير عندي بسبب dystonias involuntary repeated contraction in muscles with methylchloropyrimide. تمام، valporate hepatotoxicity is increased in young children. إنه بيعمل لي إيش valporate hepatotoxicity. تمام، children under the age of 5 years أقل من 5 سنوات may have difficulty in swallowing even small tablets. يعني أكيد ما بتيجي مثلا لأخوك الصغير اللي عمره أقل من 5 سنوات، خذ يا حبيبي خذ الحبة هاي يلا، أكيد لا. I will not treat a children like I treat an adult. Okay, and hence oral preparations which taste pleasant are often necessary. عشان هيك إحنا اخترعنا، ومش إحنا، حرام الصيادلي، الصياد اخترعوا المعلقات syrups. That is why we have a syrup اللي هم المصنوعين من السكر،
علشان إيش؟ الأطفال بيحبوا السكر ما شاء الله فبكيفوا عليه. To improve compliance، طاعة للطبيب، علشان مش والله خذ يا حبيبي هالدواء، لا لا يا دكتور الدواء هذا، أو حتى الأطفال الصغار بيحكوا عمو ما بيحكوا لنا دكتور. sad story. والله يا عمو إنه والله الدواء هذا مر ما بقدر أخذه، هذا بيجيك هيك ولد صغير زنخ خمسة عمره 4 سنين يا أبا يز زناخ في دمهم في العمر هذا هيك قال دم، يقول لك الدواء مر بديش إياه، فأنت بدك تروح تنجبر تعطيه إيش؟ سيرة. suspensions والإلكسيرز، تمام مثال عليه. pressurized aerosols مثل السربوماتول inhaler in children over the age of 10 years as coordinated deep inspiration is required. يعني بقول لك إنه والله للأطفال اللي فوق العمر 10 سنوات ما بنفع استعمل بعض مثل السربوماتول زي الأودلت، فأنا شو بعمل له؟ بعطيه جهاز، تمام؟ بعطيه جهاز شو اسمه؟ نيبيولايزر inhaler device، بستعمله خاصة مرضى الأزمة، تمام؟ علشان يستنشقوا من خلاله، بيكون يعني مناسب لعمرهم ولا تركيب مثلا الفم تبعهم صغير بيكون وإلى آخره. Children find intravenous infusion uncomfortable, maybe afraid. أكيد 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 معظمنا وإحنا صغار كنا نخاف من الإبر، إلا أنا شجاع. كذاب أنا. كنت غاض. كنا نخاف من الإبر، وممكن لحد الآن في ناس عنده خوف من الإبر، وهو إشي كثير كثير طبيعي. And restrictive. Rectal administration is a convenient alternative. بتقول لي إنه بخسر 100%، بقول لك صح. بقول لك بس الأبزوربشن أقل، بقول لك أنت صح. بس خلاص. ما في ما بده يأخذ إبرة، أخوفه يصير عنده رعب من الدكاترة؟ لا خلاص بعطيه ريكتال ادمنستريشن يا عمي. I will sacrifice the 20% اللي ممكن أخسرها، تمام. طيب مثل المترونيدازول، مثل المترونيدازول to treat anaerobic infections، تمام، للبكتيريا. ريكتال ديازيبام is particularly valuable in the treatment of status epilepticus، للنوبات الصراعية، تمام. شو هو ديازيبام؟ ديازيبام is particularly valuable in treatment of status epilepticus. والمترونيدازول شو بنستعمله الآن؟ aerobic infections، تمام. كونوا دقيقين بشو بتحفظوا. rectal بنأخذ ديازيبام لمين؟ للstatus epilepticus. والمترونيدازول لتريت انفكشنز ان ايروبيك انفكشنز برضو ريكتال. هذا ريكتال ادمنستريشن. ريكتال ادمنستريشن should be also considered if the child is vomiting. اكيد اذا child is vomiting معناته انا ما بنفع اعطي سيرب، ما بنفع اعطي الادويه هاي، فانا شو بعطي؟ ريكتال. اي all the following are indication of rectal administration except. هذا سؤال، تمام. Calculate rules of prescribing for pediatric populations. Calculate the doses of prescribed drugs based on weight of the patients. تمام، اللي أخذنا قانون كلاركس. Ensure proper instruction to caregiver، اللي هو usually parent، including the child vomits the given medication after consumption. يعني أهم إشي if the child vomit، يعني إذا عنده مراجعة آخر مرة، يعني مثلا أنا أعطيته الدواء راح راجع فيها، معناته أنا لو مثلا الطفل هذا ما بنفع معي، لأنه كل مرة راح أعطيه الدواء راح يراجعه، فأنا ما راح أستفيد، فأنا بحوله لإيش؟ بناء على الكير جيفر. بقول له يا بيرنت، إذا راجعوا الدواء تفضل هاي بريسكريبشن، بتحول لي إياه لإيش؟ لا ريكتال أدمينستريشن، تمام. Avoid prolonged treatment with drugs that have delayed complications مثل الستيرويدز. يعني بقول لك تفادى انه الأدوية اللي راح تأخذها انت على فترة طويلة واللي عندها مضاعفات للفترات الطويلة، تمام. مثال عليها الستيرويدز. Use antibiotics sparingly and only when required. يعني don't give antibiotic right away because too much of them will cause resistance. خاصة الانتيبيوتكس اخذناها محاضرة المايكرو، اكثر دواء يجب ان تكون حريص فيه، اكثر دواء وكثير فعال ويا الله ما أجمله، بس مش على كل شيء. ديروا بالكم بالانتيبيوتكس. Medications affecting the CNS needs to be extensively reviewed and routinely monitored to ensure minimal growth disturbances.
أهم شيء يعني CNS بصراحة CNS هو أهم most important تمام، هو أهم شيء عندي. فأنا لازم الأدوية اللي بتخش على CNS لازم أنا إيش أعملها extensively reviewed and routinely monitored to ensure حتى أطمن وأظل أتفقد minimal growth disturbances علشان ما يأثر فيه على المدى الطويل. والله بعدين يروح يعمل لي مثلا mental retardation، لا أحا. فلازمنا شوي. Older patients are not slowed down adults. لا 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 لا، في بعض الدكاترة بعتقد أنه إذا أنا أعطيت مثلا 25 ميليغرامز الأدولت، تمام الأدولت ممكن مثلا بده 8 ساعات أو مثلا 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 لا مثلا بده 30 minutes ويكون وضعه تمام. بفكر أنه الأولد people مثلا خلال ساعة بكون وضعه تمام، خلال ساعة وبكون وضعه تمام. نو no. أكيد لا، الدوز يعني أكيد ما راح تنفع للأولد تمام. فإحنا بدنا نكون حذرين شوية، بدنا نكون صحيين شوية، فحبة حبة كله بكون تمام. الأبزوربشن، little evidence of any major alteration in drug absorption with age. يعني أنا مع الأيج بصير لي alteration شوي للأبزوربشن، بخف شوي وضعه. سبحان الله، بتحس إنه الإنسان في بداية ولادته بيكون زي نهاية عمره يا أخي، بصير نفس الإشي. الكدني بتصير أقل فانكشن، الانتستين والأبزوربشن بصير أقل فانكشن زي لما انولد. سبحان الله. However, conditions associated with age and may alter the rate at which some drugs are absorbed. يعني بقول لك إنه في بعض الأدوية بسبب التقدم بالعمر صار عندي alterations بالأبزوربشن تبعون هذول الدرج، ولو إنه مثلا كان lipid soluble تمام. diabetic gastroparesis والexative abuse يعني عنده وقت طويل لإفضاء محتويات الجاسترو، يعني أنا عندي المعدة راح تأخذ وقت لحن ما وقت طويل، وقت طويل علشان تفضي محتويات هاي المعدة، ومرتبطة بتكون مع diabetic. يعني والله مريض السكري أثناء الأولد إيج عنده بأخذ وقت طويل لحد ما معدته تفضي محتوياتها. واللكزيتيف أبيوس يعني بتصفي إنه إيش بصفي بسبب أدوية اللكزيتيفز، بصير يرتاح لما يأخذه لحد ما يصير كل الجي آي تي في حالة كسل تمام، وما بصير إخراج جلكم الله إلا في حال يأخذ اللكزيتيف. فهذا إشي كثير سيء، يعني زي ما أقول لك الجسم أو السيستم تعود عليه ببطل يعمل إخراج إلا باللكزيتيف. عرفنا؟ distribution elderly have reduced lean body mass reduce body water. بصير يا أخي بتحس الجسم بصير له shrinkage، والله جد يعني المعظم تمام shrinkage بصير للمعظم إنه والله بتحسه تقلص، هيك قوس شوي ظهره ويعني كيف أقول لكم هيك جسمه كش على بعضه. Metabolism capacity of the liver to metabolize drugs does not appear to decline constantly with age for all drugs. يعني بقول لك والله الليفر بني آدم قاعد بكافح لحاله، إنه ما بيخف الميتابوليزم بشكل ثابت مع التقدم بالعمر لكل الأدوية تمام. يعني إشي ومنه ما بيعمل declining رسمي، بقول لك أنا decline خلاص، لا بقول لك أنا يعني إشي ومنه شوي شوي، ما بخسر كل 100%، ما يعني ما اعتقد حتى بالرغم من تقدم العمر انا يعني لسه مستمر باعطاء زي شبابي، بس مش زي الشباب اكيد تمام، لانه ايش decline constantly do not. ف يعني هو بنزل بس مش كثير ابدا، يعني بشكل غير ملحوظ. خلينا نحكي للفهم. elimination kidney is major organ for clearance of the drugs from the body. age related decline of renal function capacity is important. يعني بقول لك انه مع الاسف كدني هي الميجر اورجان للاكسيرشن تمام. age related decline of renal functional capacity is important، يعني مع التقدم بالعمر بيصير لي declining للفانكشن تبع الكدني، سواء number of nephrons حكينا من عمر 40 او من عمر 45 والله ناسي، ببلش النفرونز عددهم يقل. ولكن هذا لا يعني انه بالعمر اظن من 40 ل 50 هذا لا يعني انه انا والله الكدني فانكشن قلت، لا بكون النفرونز كاباسيتي صار اعلى، ولكن مع العمر الاكثر من 65 الكاباسيتي تبعت النفرونز بتقل وبتقل لانه تقدم عندي العمر تمام. فالفانكشن تبع الكدني بقل. فارماكو داينامكس جيرياتريك
patients believed to be much more sensitive to action of many drugs, implying a change in pharmacodynamics interaction of drugs. معناته صاروا أكثر حساسين أكثر للأدوية. تغير عندي الفارماكودينامكس التفاعل معهم في جسدهم with their receptors. يعني تغير عندي الفارماكودينامكس التفاعل بين الريسبتور والدرج تغير شوي. صار sensitive أكثر. But most of these results changing of pharmacokinetics. يعني صحيح إنه بتغير pharmacodynamics ولكن أكثر التغيرات هي بتكون في الإيش في الفارماكوكينيتكس. طيب تذكروا therapeutic index تذكروا اللي حكينا كل مكان عالي كل مكان واسع كل أنا مرتاح واموري تمام وما في ADRs وما شاء الله علي بالold age safety margin. طبعا الدكتورة بتتعامل بمصطلح safety margin لما أنا رحت عليها بعد المحاضرة قالت لي هو therapeutic index تمام. فأنا بصراحة توقعت إشي ثاني فخفت. فالثيرابوتيك اندكس هو نفسه السيفتي مارجن. شو هو الثيرابوتيك اندكس أو السيفتي مارجن؟ شو قانونه؟ اللي هو الليثال دوز على الثيرابوتيك دوز، توكسيسيتي على الثيرابوتيك، تمام؟ فبيكم ناروا مع الأولد إيج. فبيصفي إيش الدواء طلعوا إيه صار يلتقي على البكير معانا ما شاء الله عرفنا. فهنا إحنا بصفي معانا ADRs ممكن لو بدي إيش optimum cure مثلا تمام. إذا بدي optimum cure راح أعاني من ADRs كون الجسم sensitive وأكيد أكيد 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 ما راح أعطي normal dose. ديروا بالكم the old people they need modification on the dose so that it suits the declining of the function of their organs. تمام التمام لأنه بصير عندي increased sensitivity of respiratory center مثلاً. فأنا إذا أعطيت normal dose بصير له bluish and dead مع الأسف. So be careful with children and old people when giving drugs. It's a very serious manner. Rules of prescribing for the elderly. قواعد طبعاً هنا في question. دكتورة قالت في سؤال. الآن rules of prescribing أنا الآن صنفتها على أرقام علشان إيش؟ أنا وإنتو يكون عندنا في سهولة. حطيت يعني زي كيف أقول لكم تسلسل بحيث أنه أنا وياكم نعرف. طيب take careful drug history. أكيد أنا وصلني patient قاعد عندي قديش عمرك يا حبيب؟ والله 71 سنة 1-2-3 أنا أخذت ومعي chronic diseases كذا ومعي بأخذ أدوية كذا وإلى آخره تمام؟ أول شيء أخذت drug history بعدين think about the necessity for drugs. والله والله يا دكتور أنا مثلا لازمني أنا ستريس دائما صحيح إنه عمري 70 سنة بس أنا ستريس وبخاف على قلبي وبخاف من جلطات فبفكر هل الدواء اللي بطلبه patient أو اللي أنا بدي أعطيه is it necessary or not. ثالثة think before adding new drug to the regimen. بديش يصير معاه polypharmacy كثير بديش يأثر بعدين على أدوية كثير بديش يضارب أدوية بديش يصير عنده polypharmacy بديش الكدني تبعته تتعب بسبب more exertion يصير فيها the concentration عالي وا 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 تمام. أربعة avoid drugs with negligible or doubtful benefits. الأدوية المشكوك في أمرها إنه والله الريسك والbenefit ratio تبعها قليل مثلا تبعها متوسط ما بدي أثر عليه هذا old people هذا sensitive للأدوية تمام. think about drug formulation هل بتناسب الكدني هل بتناسب الليفر هل يعني هل الدواء هذا رح يناسب للold people مع الفانكشن تبعته when it got reduced with old age with progressing with age تمام. think about the dose because old people are sensitive so I have to be careful when I give them a specific dose so it suits them تمام. use fixed combination of drugs rarely. هسه انا لما اخذ combination of drugs هذا إشي كثير يعني مثلا 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 انت عندك hypertension فانت خذ لي hypertension drug تمام مع مدر تمام. طب wait a minute انا عملت الان ايش combination of drugs فالحاله اللي انا بستدعي فيها للold age اني اعطيه combination of drugs is rare بس فكر هل لازم هل مش لازم واعطيها بشكل قليل جدا اعطيها رير عشان برضو احنا حكينا بصير عندي بوليفارماسي تمام. الثامنة
assume any new symptoms may be due to drug side effects. الآن إحنا خلصنا، بس قبل ما أحكي النقطة هاي، البريتيك قبل عملية أخذ الدواء هي كانت النقطة من 1 to 7. هذا كله كنت أنا أحكي بيني وبين حالي، وأحكي مع أحكي بيني وبين حالي وأنا بفكر شو أعطي، هل أعطي دواء ولا لا، أو هل الدواء بيناسبه ولا لا، هل الدوز بتناسبه ولا لا. تمام، الآن إحنا مرحلة البوستيك. assume any new symptoms may be due to drug side effects. هسا أنتم ممكن تحكوا assume، ولكن برضو يعني من أثناء هاي العملية إيش بصير عندي؟ بصير عندي عملية المونيتور، مونيتورينج، عملية المراقبة برضو، لأنه إذا أنا مثلاً assumed we will have مثلاً no ADRs، فجأة أعطيته إياه أعطاني ADRs عادي، I made a mistake so I have to pull the drug out of him. يعني أقول له خلاص حبيب لا توقف الدواء. تمام، النقطة التاسعة check compliance، الطواعية. برد عليك، بأخذ الدواء مثلاً حبة مرة باليوم الساعة 9 الصبح ولا الساعة 9 بالليل ولا الساعة ولا بعد الغداء الساعة 3، تفقدوا. النقطة العاشرة والأخيرة stopping is as important as starting، يعني إذا كان الدواء لفترة مؤقتة تمام، فأكيد عملية قطع الدواء هي مهمة زي بدايته، لازم أكون careful زي ما كنت careful بالبداية أني أخذ الدوز بموعدها وأعطيه مثلا زي ما بلشت معاه بالتدريج بالدوز، ولا بلشت معاه بالتدريج على time duration، لازم أكون برضو لما بدي أقطع الدواء ما أقطعه فجأة، ما أخذ دوز عالي بعدين أوقف، لا. is important stopping is an important as starting. تمام، geriatric and prescribing ADRs and age، علاقة ال ADRs وال age. طبعا هنا question، هنا question. تمام، incidence of ADR increases with age، أعراض جانبية بتزداد مع العمر. Elderly receive more medicines بسبب polypharmacy. Incidence with ADR increases with more prescribed medicines taken. يعني بسبب إنه كثير في أدوية، في أدوية ممكن نتعارض على بعض، فممكن إنه والله يزداد نسبة الـ ADRs. هذول النقطتين مع بعض بصراحة يعني ببالي. For patients age أكثر من 50 سنة، الـ ADRs rate إنه يكون عندي ADRs هو 5% إذا بأخذ واحد أو اثنين، أو يعني إذا بأخذ دواء أو دوائي. تمام، increase to 20% إذا بأخذ أكثر من 5 أدوية، يعني بتصفي يعني 20% إذا بأخذ أكثر من 5 أدوية، ولكن 5% إذا بأخذ دواء أو اثنين. most frequent drug classes causing ADRs cardiovascular active agents، الأدوية اللي بأخذها للcardiovascular للCVS. analgesic المسكنات opioid mainly. تمام، opioid mainly. تمام، antibiotics مضادات الحيوية، hypoglycemic agents لانخفاض السكري. صحيح انه في ناس عندها سكري بيعانوا من hyperglycemia، بس في ناس برضو بتعاني من hypoglycemic agents، الادوية اللي بتنزل. دقيقة خربطت، دقيقة شوي. الان بعد التأكد، عفوا بدي اعتذر، hypoglycemic agents بأخذوها المرضى اللي بيعانوا من السكري، يعني اللي عنده اكثر من 120 السكري نسبة الجلوكوز بالبلد. تمام، فبأخذوها hypoglycemic agents. أنا خربطت، أنا والله آسف. تمام، يعني hypoglycemic agents برضو بتعمل لي ADRs most frequent drug classes. عندي psychotropic agents، يعني الأدوية اللي بأخذها للسلامة العقلية. تمام، سواء كان ضد الاكتئاب، سواء كان للصرع، سواء كان لكثير أمور. old age with chronic diseases they need antidepressants. أكيد يعني بتلاقي بيعاني من الكرونيك ديزيز اللي كان معه، ممكن يسيبه اكتئاب، ممكن يأثر على جسمه، زي ما احنا عارفين انه كلنا بنعرف انه اللي نفسيته عالية المرض يا اخي بتحسه احسن عليه، والعلم اثبت انه اذا انت بتكون نفسيتك عالية الانتي بوديز بجسمك بتقاوم افضل، وبتكون يعني كيف اقول لك بعداد اكبر. اما اذا كنت انت depressed وanxious وبتكون stressed، الانتي بوديز بجسمك بتكون تتدمر سريع. انا ما بعرف، انا هيك قرات مقاله علميه والله بصراحه، يعني لا اعلم عن صحتها هل تمت اثباتها او لا. تمام، ف studies showed more improvement with the antidepressants، قاوموا المرض افضل، يعني كانت وضعهم الصحي افضل and they lived longer بناء على الدكتوره.
الانتي كوجولانتس برضو مضادات التخثر. وهيك الحمد لله انا بعتذر كثير 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 اني طولت عليكم، بس المحاضره فيها كثير بارادوكسز، فيها كثير تناقضات، وحبيت اني اوضحهم كاملين، حبيت ما تطلعوا الا فاهمين زي ما انتم متعودين علي. والله يعطيكم الف عافيه، ونلتقي ان شاء الله في لكتشر 15 يوم الاحد. الله يعطيكم الف عافيه.